وسنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية. جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يرسم خارطة طريق واضحة المعالم لتمضي عمان العظيمة على هديه المستنير وفكره المنير في مسار نهضوي مستقبلي متجدد من أجل تعزيز عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق الربحية والاستدامة المالية وتعظيم الاستثمارات الخارجية. فإنشاء جهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020 يأتي ترجمة للرؤية الحصيفة لجلالته أبقاه الله لإدارة الموارد والثروات الوطنية في مختلف القطاعات، حيث بلغ حجم أصول الجهاز أكثر من 40 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 16 مليار ريال عماني، ولرفض الميزانية العامة للدولة بأكثر من 5 مليارات ريال عماني من الفترة من عام 2016 حتى 2022. جاءت الإشادة السلطانية من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه بأداء الجهاز وما حققه من عوائد مالية جيدة نتيجة تطبيق منظومة حوكمة متكاملة انتهجها الجهاز منذ تأسيسه، حيث تضمنت هذه المنظومة مجموعة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي تنظم العمل في مختلف جوانبه وتستهدف رفع الأداء وتعزيز الانتاجية إداريا واستثماريا. من قاعدة أولوية رؤية عمان 2040 التنويع الاقتصادي، تمضي مسيرة جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له بنمو متواصل مسجل الاستثمارات عالمية وشراكات جديدة، أهمها الاستثمار في شركة مايكو تكنولوجيا الأمريكية، الاستثمار في شركة كروسو الأمريكية لتقنيات الطاقة، مذكرة تفاهم مع القابضة الإماراتية، مذكرة تفاهم مع أكو باور السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار في محطة رياح السويس للطاقة بمصر. عزز الجهاز خلال عام 2022 من محفظة الأجيال بمجموعة من الاستثمارات الجديدة اللي توزعت قطاعيا جغرافيا على عدد من الدول، والهدف من هذه الاستثمارات أو الشركات الجديدة كان بالإضافة لتحقيق العائد المادي يتعدى لذلك إلى نقل التكنولوجيا الحديثة إلى قطاعات ذات الصلة هنا في السلطنة، وجلب الاستثمارات الخارجية مما يساهم في جهود تحقيق التنويع الاقتصادي وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي. أرقام وإحصاءات تصاعدية يحققها جهاز الاستثمار العماني لرفض الناتج المحلي مواصلا حوكمة الشركات المملوكة له، حيث أطلق الجهاز برنامج القيمة المحلية المضافة والتي تعرف بأنها إجمالي المصروفات المحتفظ بها داخل سلطنة عمان، وتساهم في تطوير الأعمال والإسهام في تنمية القدرات البشرية الوطنية وتحفيزها. ويستمر جهاز الاستثمار العماني توسيع استثماراته الخارجية والمحلية من أجل تعظيم الفائدة والربحية وتنويع مصادر الدخل. يوسف بن سعيد، الرواحي، مسقط.